تمشي عليها حزن وهموم وسنين غياب وانت محمل يا حزن وهموم مرة تحصدي سلامي مرة تحصدي جاه مرة تحصدي سلامي مرة تحصدي جاه أنا خايف على الحلال والعلف، ما ندري متى يظل الشتاء. خايف من السيول يعني؟ علي ما الله تسويها. وإيش الرأي يا خال؟ نرحل بهالليل على الدور؟ لا، خلنا ناخذ الحلال والعلف والإبزارة على المغارة، قريبة من هان، والصباح إذا صفى الجو نشوف راينا بالرحيل. ها بإذن الله بإذن الله. يلا عيال يلا يلا. وقف عندك تنوي تعرف صاحب الصورة هاي؟ لا خذ يلا. شو اسمك؟ محمود سالم رباح. تعرف صاحب هاي الصورة؟ لا ولا كذاب؟ بعرفوش بعرفوش هلبك ربي. طيب خذ يلا فوت شي. جوج يا أمنا. هلا هلا سند تفضل. جوزك هان؟ إيه هان فوت جاي. قولي له وش وده مصيلي. سند وده إياك. سند فوت جاي ودك أحاكيك من وراء الحيطان؟ قوك لفاني مرسالك خير إن شاء الله. ليه؟ منت خابر لي ديوان؟ منت خابر لي مجلس تقعد بيه وتقهوى؟ فوت جاي وبعدين اعلمك وش ودي منك. يا رجال اي هو الواحد فاضي يحك راسه من رحمت الله اللي الله رحمنا بيها؟ اي عمرك بحياتك شفت اشتاء مثل هالشتاء؟ فرعون انك صادق. فوت جاي فوت يا سند فوت. ها؟ اللي هو عليال محول هان وانا مدري. صرت حال صح بدنه طال عمرك جدري والحضن. اركب على الفرس حط لها على فخو يركب زي. تعال 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 تعال. وين شيهك؟ شيه مع حلال خالي عودة ودينا له العلف عنده ومن باكر ودي احرس معه. حيك حيك يا العوان على فرسك اخوي علف عليها وتعال اركب. يعطيك العافيه. هلا يصبر حتى خلص خبز. ليش حتى حط لك الشي تغمس؟ اعجل العاد زين. يا هلا ها
هلا. يا هلا ضيف الله. هلا بحماتي. صح بدنه. طال عمرك. الله يعطيك العافية. تريحي تريحي عندك عندك. يعطيك العافية يا حراق. تسلمي يمه. ما رحلتوا على الدور؟ نستنى بيك تعاوننا. يجازيك ما خف دمك. أي هي ليلة وهو نهار مر علينا هلكنا. عشتي. هذه رحمة من الله يبا رحمة. أرسلت لك يا سند. ودياك تحر التالي هالمارس لأنه هالحراث اللي كان يشتغل عندي بطل. أنا أحرث لك؟ بجارك يا سند بجارك. مو هو على جار ومجار، أنا خذيت أرض مرزوق العساف على مشرك. أي فوق مارسك الويش؟ عشتي عشتي وما عشردي. يا طويل العمر سنت غلال بعون الله، ودنا نزرع ونكثر، بلكي سدينا عليان وخلصنا من تفاتره واللي مع تفاتره بعد. اي لكن اخاف اذا الزرع سلم من الدوده يجوز انه ما يسلم من الجراد. اي هو الجراد ما يجي غير بسنت هالغلال، الله يكفينا شره. يا امنه كاسه شاي بيدك واطلع عند الفرس، اخاف علقتها تقع من راسها. سمعتهم يقولوا انه جاي السكر حبه حمر على السوق غير عن المحاقين اللي نشوفه، انت اشتريت منه؟ سند تدري انك بنت زين معي؟ يا ساتر خير ان شاء الله. كل ما اسالك عن حاجه تقوم تروس عني غاد وجاي غاد يا رجال. هات مصحف احلف لك عليه اني ودي ازرع عرض مرزوق العساف، ومن بعد باكر بعد وفره تلاقيني احرث بيها. صدقت ميت مرة وانا اسألك يا سند، وارسل من يسألك، وايش البلوة اللي صابتك انت وضيف الله بفلسطين؟ وما تعلمني وانا شيخك وشيخ عشيرتك هذه كلها، وايش اللي خليكوا تغيبوا واحد جمعتين وواحد شهر وتروحوا ورا بعضكم؟ ابو حبيب وايش بينك وبينه؟ ها ابو حبيب لفهان على المرج وخذاك بليله ظلمه ما بها ضوء قمر، تحسبني ما ادري؟ لا يا سند ترى ندري بكل شيء، وباكر اذا صاب واحد منكم بلوه تجوني فارعين دارعين الديواني. احنا دخلين عليك يا شيخ سعيد، دبرنا يا شيخ سعيد، وايش هو الراي عندك يا شيخ سعيد؟ خلصت كلمه معك؟ لا ما خلصت. اسمع يا سند، ان ظليت تركض ورا هذا المهبول والاجقم ضيف الله تراه يوقعك بحفره يجوز انك ما تطلع منها. عد الفرس يا مرة عد الفرس. اسمع يا سند، ترى انا احبك واحب مصلحتك، انت مديون وبعدك ما تجوزت، ودي عقل ببيتك يصيح ويقول وا عند الفرس. اقول لك هذا هالجرجال مالك بيه، عند الفرس يا مره. اسمع يا سند. اسمع انت يا سعيد. سعيد هيك من حالها؟ انت سالتني وودك مني جواب، وانا ودي اسالك وودي منك جواب بعد. اعليان عندي، روح له وخذ الغرضان اللي تريدها من متجره، وانا كفيل. لا ماني كفيل، انا سداد عنك يا سند. لله ما هذا سؤالي. انت هذيك المره روحت على العرب ملفلف رجليك الثنتين ونمت بالفراش شهر ما قمت منه، وسالناك وش فيه وما فيه وما رديت. احنا حسبناها من ردي بخت يقوم عليه بالقناوي والشباري والعصي، وعييت تعلمنا وما علمتنا. اي هي انا وطيت بالنار يوم اني كنت اشوي عرانيس هذرة غرب الرميمين. وطيت بالنار برجليك الثنتين؟ الله لا يبارك بيك. قم اطلع من جواني، قم اخرج مرة. من هو يرسل لي وندع علي؟ امشي
لا يا وليش ترجال، لا يا شاشة الدور. سند يا سند، سعيد ميت واخذ، وانتم كلكم قرايب واولاد عم. تدري وش الخسارة يا امنة؟ انك حرمته وانه يتنفس بوجهك. عند الفرس، امشي عند الفرس يا مرة. هذه إلي وإلك يا جرى والحضن، أنت جغمة وأنا جغمة، زين؟ زين. للحين ما طخيت بالبارودة؟ البارودة أمانة يبا، وإن شاء الله يجي راعيها وياخذها. كل علامك طريت لي حاجة عن سند. كل إن أنت لا تنتظرني. ملحق على السند، بس تاكل يروح محمد وينادي لك إياه. الله جابك يا ضيف الله، كنت رايح لك. وانا ادور عليك. بالاول ودنا نسولف بفليقة اللي كلاها سعيد من قايد الدرك ايام البيادة. دشرني من هالحكي هذا كله. اسمع يا سند، انا شفت مارسك ما ظل منه بور غير حراث يوم، ودي اياك تحرث معي. استغفر الله العظيم، انت ودك احرث لك وسعيد وده احرث له، ومارس مرزوق العساف خذيته على مشرك ودي احرثه. يا سند انا مستعجل. ليش؟ ودي اروح يم السلط، ودي اقطع الشريعة يم فلسطين، وبلكي لقيت خبر عن ابو عاصي ابو حبيب. سند هي كلمة واحدة، ودك تعاوني ولا لا؟ اعاونك. اسمع، سلك لك يومين عبين ما خلص هالبورة البين يدي، وارض مرزوق الله يعيني ارميها غطاس. انا قلت انك ما تفشل لي. يلا يا مرزق الهاجم والناجم. لا. يا مرزق الهاجم والناجم. يا مرزق الهاجم والناجم. كملها للآخر يا ضيف الله. يا مرزق الهاجم والناجم. سلمك حذر. يا مرزق الهاجم والناجم. لا أهوال. دور جاي. دور أهوال. أهوال. لا سلمك. الحمد لله رب العالمين. قل لي يا ولد. شبعت الحمد لله. ليه ما حمده ما جابت الاكل؟ جيت ودي اشوف الحراثة اللي تنخى عليه سند يعاونك بيه. خلصت لي هم معناه ولا عاونك عليها؟ لا انا اكملها خلاص، يعطيك العافية، كثر خيرك يا سند. طيب ودي اقوم انقل الفرس والعود احصتي. اشوفك الليلة بالتعليلة. اسمع. اه. إذا ما مشيت باكر تراني احرث معك. زين. تمشي وين؟ شبعت الحمد لله. تسهل يا والدتي على مهلك، وخلينا البهيم هان نشيل عليه عود الحراث بس نكمل. انت وين ودك تمشي؟ وين ودك تروح؟ وش هالمشوار اللي تخلينا سهر الليل وراك به؟ ما تصبر لما يلفي خيك بجازة؟ ان شاء الله القوا عنه خبر بالسلطة يا يمه واعاود. دي
وش قلت يا عبد الجادر؟ هذه كبيره يا طويل العمر، تعطيني عليها ثلاث شبيرات قمح. اويلي مطمعكم، انطيك عليها شوالين وتاخذهن على البيدر، بس ندرس الزرع اللي ودك تحرثه. عودي جاي عودي عودي ليه 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 مرقوب هبتها بوبا شمالي بردها شيني ما تدفي النار لو حلنا شعلناها هوس عودي جاي عودي ما يدفي غيري حذن مريوشي تلعيني لن حنا عطشنا شربنا من ثناياها اوس عودي جاي عبتها بوبا شمالي بردها شيني ما تدفي النار لو حنا شعلناها دي ما نقول دي اوس عودي جاي عودي دي دي اوس خلصيت؟ خلصنا حراث؟ خلصنا. كل سنة وانت سالم يا دري والحضن. اسمع، روح جيب البهيم خلينا نشيل عود الحراث عليه. يلا. وانا ودي الم تال البذار اللي ما بذرناه. اركض. قوتش يا حمده هلا
ساتر يا ساتر. هاي ابوي ضيف الله ريزي. هاي ضيف الله. هاي ابوي ريزي. ريزي يا ضيف الله. يا اخوي ضيف الله ريزي. اركض على دار اختك، ما ادري وش صار عندهم. كف الله الشر. يا عمه ايش في؟ لحقيني يا عمه، لحقيني لحقيني. ايش في يا بني؟ رزي يا اخوي رزي. لا تخاف لا تخاف، ما في شيء ما في شيء. وش صار له؟ ما في شيء محمد. لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف يا اخوي لا تخاف. لا سليم إن شاء الله سليم إن شاء الله ما بهالكسر. وإيش رأيك يا خالد فك عنها؟ خلينا حط على الجروح تفلق هوا من حت الهدلال. لا يا بنت الحلال، ضرس مروحة علشيه بالمية حتى يذوب وحطيه جبهة زمان ولا هو طيب بإذن الله. هذيك المرة يوم وقع نهار السلام عن الفرس وانفضع راسه حطوا له فحمة مسحونة على الجرح وطاب. انتوا غسلتوا الجرح؟ لا للحين. هرع المية الساخنة. حطيها عندك شوى. خليه نايم هالساعة. ما ودنا نزعجه من نومته. هو نايم. نايم. يتنفس. اسكت 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 يا ولد. هو ايش بيا الولد؟ انجرح حد رجله وخلص. مسيكم بالخير. مساء الخير. عسى ما الشر. ما تشوف شر يا سعيد. فوت جاي فوت. سلامته سلامته سلامته. بعيد الشر عنك. سلامتك سلامتك. صباح الخير. صباح النور. هلا يبا. ها وشلون مريض كل يوم؟ ان شاء الله منه احسن. هذا ابوي عنده وضيف الله صار من الفجر على الشفا يجيب المجبر عبد الوالي. وش هذا اللي معك؟ ولدت لنا العجم مبارح، سويت له من حليب هلبة. شوي شوي يا خالي. لا غزال غزال والشهر زال. طيبة طيبة إن شاء الله. الحين يلفي ضيف الله مع المجبر ويشوفه.
الله يجيبك يا ضيف الله. أنا رأيي تظلها هيك بلكي نشفت. الجرح شوفت رطب كثير. صباح الخير. صباح الخير. ما عليك شر يا محمد، ما تشوفي شر إن شاء الله. وش هذا اللي معك؟ حليب البوانة خالتك. تفضل فوت. يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليك السلام. السلام عليكم. عليك السلام. تفضل فوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي أبي أبي. والله يا ربع ما أقدر أبلش بيها، أخاف الرباط يلهبها. يمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمه محمد قاعد يضيع من بين ايدينا. محمد محمد يا حبيبي، يا ريت رجلي ولا رجلك يمه. محمد 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 ولدي محمد محمد يا ابوي للدجاج. في بعمان حكيم وسبيطار. قولك يعني ولا يضيع جري والحضن من بين يدينا. هناك في حكيم يداوي احسن من دوانا هذا. زين 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 محمد. سكر الدور وخليك عندها هلش لمنا نرجع. زين بالسلامة إن شاء الله. اصمد يا جري والحضن اصمد. اخي الحين نصل الحكيم ويعطيك دواء ونعاود ان شاء الله. اصمد. اصمد اصمد. اخي رجلي. ضيف الله عم نصره. أشوف ما منهم حدا. ها كلهم شوفت عينك يا سند. ول يعني صار للولد شيء لا سمح الله؟ حد جبت للقاروط لقمة زاد ياكل. شلون يمشوا هيك؟ ما يعلموني ما يقولوني. يبا خافوا انك تردهم عن مشوارهم. محمد غالي على ضيف الله كثير وما طاق يشوفه بالحاله اللي هو بيها. الله يشفي إلهم ان شاء الله يا رب. هاتي عنك يمه. هاتي هاتي. تسلمي يمه. انت ما ودك تلحق الراعي؟ يا حول الله العظيم. هو بي معهم قروشه حمده؟ شفت عمتي طلعت من صرتها نيرتين يمه. نيرتين؟ خاف يلزمهم اكثر. قوكو هلا. وين عمتك وهلك حمده؟
تعال جال تعال. خير إن شاء الله. صار الولد شيء لا سمح الله. أخذوه للحكيم بعمان. داويناه بالبيت، لفينا على رجله يوم وقعت عليه السكة. يطول عمرك يا لاقي خير، ترى وداعتك ها صار له جمعة زمان على هالحالة، الله وكيلك. علامه يا حكيم، هذا حاله خطيرة. انت يشوف جرح خطير، يكفي من الشر. هذا صار إصابة، صار جرح، لازم مستشفى على طول، مش يقعد فيها حتى يصير غرغرينا. شوف بعينك شوف، يعني يطيب إن شاء الله. اسمع، هذا ولد لازم يقعد هون في مستشفى، دواء كل يوم، تنظيف، غيار جروح كل يوم. يقعد هان؟ أيوة، أنت بروح بيت بيجي كل يوم بيزوره. يا حكيم، الله يطول عمرك يا حكيم، ديرتنا بعيدة، ما نقدر كل يوم نظل نروح ونيجي. اسمع، هذا ولد حياته خطر، لازم يقعد هون في مستشفى، إذا بدك يطيب لازم يقعد هون في مستشفى. إن شاء الله انشفى على يدك يا حكيم. يلا، أنت بروح بيجي بكرة بيزور. محمد، محمد يا حبيبي، محمد ولدي. لا تخاف، لا تخاف يا أمه، لا تخاف حبيبي. خليه يما، خليه. وليه ما أصبروا عليه كم يوم؟ بلكي إنه طاب من حاله. اصبروا ولا ما اصبروا، هذا اللي صار. يا سعيد، الربع دبساتهم مية، وكنا نعرف وش بين ايديهم، والحكيم جاره مو هو هين. وايش ودكم مني هالحين؟ ودنا نجمع لهم شوية قروش من هالناس اللي الله قدرهم عليه، وهذه قرضة ودين على الكل. هالحين عرفتوا قيمة سعيد. ردوا علي جاي، اللي غشاه البلا من العشيرة ويحتاج قرايبه يقفوا معه ويساعدوه، لزوم يعلمهم ببلواه، ولزوم يقول لهم، ولزوم يشاورهم ويقول لهم يا الربع ترى صار معي هيج وهيج. اي انت بدك تسوي لنا قضوة؟ ليه ما شاورونا؟ ليه ما قالوا لنا ودنا نودي ولدنا على الحكيم؟ ليه ما جاني ضيف الله لهان الديواني وقال لي يا سعيد؟ بلاش يقول لي يا طويل العمر، بلاش يقول لي يا شيخنا، يقول لي يا ولد عمي ترى اخوي مريض، ودي اوديه للحكيم ومعتاز لي شوية قروش. أقعد. أنت علي زعلان؟ زعلان لأنك أجقم. أنا يا سند؟ إيه أنت. وش تقول يا ولد؟ اللي قلته سمعته وتعدى ذانك. الله لا يكثر خيرك. وإن كان محمد العلي ما ودي يطيب غير من معونتك ومعونتهم، ليته ما يطيب، ليته ما يطيب من جرايرك. علامك أنت انهبلت ولا علامك؟ أنا مهبول وأنت العاقل. ما بك خير يا سعيد، زيها عن ضرب الغاب. يا الربع، على هونكو يا الربع، استنوا شوية. انت ليه هاك فهان؟ امشي على شغلك يا مرة. يا شين يا سعيد، بلوة الناس ما هي هينة، وهذول قرايبك. سد ذمك، مالك شغل هذا هرج رجال، امشي على شغلك، امشي. شايف يا جفال؟ شايف؟ العشيرة ما هي زينة معي، خربانة خربانة، شايف شلون يظلموني؟ الحكيم ما طلبنا قروش. باكر يطلب. يطيب محمد وما يهمني القروش. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يا هلا، فوت.
وصلت. فوت اقعد هسه يجي فراش. خربانه خربانه هدشنوا ديواني وتجوا تقعدوا هان؟ ابن معروف لا تطلع صوتكم هان. اشلون؟ يكفي سمعنا الصياح من دارك. هذا كل العشيرة زعلانه علي حتى الحريم. على كل حال الله يسامح الغلطان. يا طويل العمر احسب اني دافع ربع نيرة من القروش اللي تجمعوها لعيال علي والليلة اجيب لك اياها. كفو كفو يا سرب. علامك انت علامك. ما هو من عجبك جيت الهان؟ انت وش رايك تفتح ضلوع صدري وتشوف وش بيه بقلبي؟ اي علامه هذا مهبول 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 يا عم مهبول. وش بلاك تهاوش ربعك يا سعيد يا شين؟ انت وش تسوى بلاهم؟ الله اكبر الله اكبر. الحين صار كل الحق عليك. الله اكبر الله اكبر. اخذنا بالصياح يا عم عوده. قديش وده الحكيم من عيال علي؟ للحين ما ندري. وكل الله يا رجل وكل الله. وانا اخوك ما من شده الا وراها فرج. بشر يا ضيف الله شلوني محمد؟ طيب ان شاء الله طيب ان شاء الله. عسى خير يا ضيف الله. ان شاء الله ما تشوفي شر يا خيتي ويخلي لك غليتش يا رب. ان شاء الله يا عمتي. ان شاء الله محمد يرجع بالسلامة. ان شاء الله ان شاء الله. وشو هذا؟ نص نيرة ما بغيرها. ما قدرت على غيرها يا عمتي. بني وبينها جرت الله ما تحلفي وجرت الله غير تقبليها مني يا عمتي يا عمتي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يكثر عليك الخير يا يامنا. أنا أشهد إنها أطيب من جوزها. مسيكم بالخير. مساء الخير يا هلا. ما قلتولي لويش هذا القمح اللي حضرته؟ ودي ابيعه بعمان يا خال. ما ادري قديش الحكيم يطلبنا قروش. المدن غلا يا خالي كل شيء بقروش. بعين الله. الكوا معي اربع نيرات ونص. خذ. من هذول؟ اجمعوهن رجال الدير. يجمعوا لنا؟ هذا حال الدنيا يا ولدي. والناس بالناس والكل بالله. والحمل يوم يتوزع يسهل شيء. ليتهم سلمين يا خالي. وبعدين هذه قرضة ودين يوبا. تردوهن إلهم بفرح بغير. إن شاء الله ما يشوفوا شر. ما بها شيء يا ولدي خذ. مناح أخي لا بأس فيهم. ودنا حقهن قروش خيو. لكان شو أعطيكم كاكبان؟ نذرا علي يا لاقي خير. انت هذا ولدي محمد لا اشتري كلها لك عجبان والحلوه اللي بدك انتك. وين مريضكم؟ هون بالمستشفى؟ بطلياني. الله يشفي اخي. يشافي غاليك ان شاء الله. ايه مسكين بني ادم اخي. الامحات بيطلع حقهم جنيه ونص. وهي سو معك اسال عن السعر. زين أعطيني حقي. بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل أخي. محمد؟ محمد؟ علامك هيك متغير يا ولدي. أعطوك دواء؟ إبر كثيرة، يوجعك. لا تخاف، لا تخاف يا حبيبي، لا تخاف يا ولدي، لا تخاف. أنت أخوها؟ أنا أخوه. تعالي مشان دكتور. لا تخاف، لا تخاف. قوك يا حكيم. بشر يا ولدي ان شاء الله خير. هذا ولد تبع انتم تعبان كثير. تعبان؟ ايش يعني؟ دواء ابر مش نافع مع مريض، من هون لثلاثه يوم بزيد علاج ان شاء الله بصير كويس. ان شاء الله ان شاء الله. اذا ما نفع دواء لازم رجله قطع. انت ما يزعل من قطع رجل، قطع رجل احسن من موت. بلكي طيب بدون قطع يا حكيم. احسن انت يوفر فلوس. احنا بوجهك يا حكيم، داوي ولا تقطع رجله. انا بعطي دواء، اذا ما نفع غرغرينا بطلع فوق على جسم مريض، ما ينفع دواء بموت. انت يصبر يومين معنا، يدفع اجار مستشفى 20 دينار و10 عمليه. إذا تحسن ولد أوكي. أنت ما يزعل من قطع رجل. بلوى يا حكي بلوى. قلت لك أحسن من موت. إيه مسكين بني آدم بيفكر إنه راح يعيش لآخر الدنيا وما بيعرف شو بصير معه من على بكره. بتهون اخي بتهون. ضيف الله. ها باقي للحكيم 15 نيرة يا ولدي. ادري. قوم دور اخوك احمد وين ما كانت كتيبته وهات القروشه اللي تلقاهن معه. وانت تظلي هاد؟ اي ماني رايحه مشان لما اشوف وش يصير لحالته. عن اذنك خيو. مع السلامه. خاطرك. يا مع السلامه اخي. قديش انطيتيهم؟ 5 قروش؟ لا نص نيره. نص نيره؟ انت انهبلتي يا مره؟ كيف تعطيهم من السريرة؟ لا يا ابن الحلال، هو المعروف مع الناس صار هبال. اي تنط اكثر مني. ليه ما شاورتيني؟ ليه ما قلتيني انا ادفع 15 قرش ودي تدفعين السريرة؟ الله لا ينطيش عافية. نص نيرة جمعتها من العيديات اللي عايدوني اياهن اخواني، وما بحاجة حتى ترفع صوتك. اي 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 يا همالك، ما بحاجة ترفع صوتك. اسمعي يا مرة، انت ودي تسوينا سالفه بين العربان حتى يهرجوا بينا؟ انا الشيخ ادفع 15 قرش وانت يا حرمتي تدفعي نص ليره؟ تدفع اكثر مني ها؟ الله لا ينطيك عافيه. نص ليره ما تخاف الله، مالي وحالي تدري على جانب حاله، هم ماله اللي ضابه ما يدفع نص ليره. لكن وش اساوي بيك؟ وش اساوي؟ السلام عليكم.